مطالب ولا بد. سوار يوم سوار الدا. المطالب 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 ولا بد. حفلة المناسبات بمدينة طنجة. بمدينة طنجة احنا 7 شهور وحنا كنعانيو من هذه الازمه وهذا الحيف وهذا الطيف هذا. احنا مع القواعد اللي دارت الدوله مع الحكومه في الاحترازات والتدابير الصحيه، وحنا البلاد ديالنا اولى. كنخافوا على بلادنا، كنخافوا على المجتمع ديالنا، كنخافوا على صحتنا. احنا مع الحكومه، مع القرارات، مع القوانين اللي دارت الدوله، وحنا مع القرارات اللي دار سيدنا كنرحبوا بها. ولكن هذا الحيف هذا اللي دارت معنا الحكومه فاتت الحدود ديالها. يعني احنا عندنا كريديات، عندنا كراوات، عندنا خدامه، عندنا قوانين كنخلصوهم، ما داروا معنا حتى شي حل. دابا حنا شنو كنطالبوا؟ كنطالبوا بلي ان الحكومه هذه تشوف معنا واحد الحل، او تشوف معنا واحد المده اللي يمكننا نبداو فيها الخدمه ديالنا على الاقل. واش نقدروا نسيروا في هذا القطاع هذا، او نبيعوا حوايجنا، او نبدلوا كاع حنا هذه الحرفه هذه، ولكن باش نبقاو عايشين اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا 7 شهور هذه، وحنا عندنا كراوات، عندنا مصاريف، عندنا شيكات، عندنا كمبيالات، عندنا بزاف ديال الامور. الخدامين ديالنا مساكن ولاو كيسعوا، حنايا بدينا كنبيعوا في الحوايج ديالنا. حنا ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا الدوله تشوف لنا حل. الاحتجاج اللي واقع اليوم عليه هو كنطالبوا بحاجه وحده، هو يطلقونا نخدموا. حنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه الا الخدمه. كنطلبوا من الحكومه تشوفنا فوياك باش نخدموا. واش كاين شي امل ولا ما كاينش؟ هذا الشيء اللي واقع علينا اليوم. حنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه، هو الخدمه. باغي يفتحوا لنا قاعات في حليفه تعيق قهوي، في حليفه تعين جميع الاماكن ب 50%، حتى حنا يعطيونا 50%، وحنا كنتحملوا المسؤوليه ديالنا في جميع الوقايه وجميع كل شيء. حنا كممولين الحفلات ديال طنجه، ممولين ان شاء الله القاعات والزيانات كذا، عادك باش يعملوا الاحتجاج ديالو. حنايا هادي تنبلو شهور حنا مشدودين، وحنايا كنتمثلوا ديال الحكومه، حنا دائما مع القرارات ديال الحكومه. ولكن دابا بحال عينا مصبوغه، كاين اللي دخلنا، كاين اللي ممولين دخلوا في الافلاس.